السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو انكم تكونوا بخير وعلى خير. سعيده بلقائكم مجددا اخواتي، اليوم ان شاء الله نتشارك معكم كما كتشوفوا من ورايا الحوايج ديال البرد والشتاء وداك الشيء بمناسبه حلول فصل الشتاء. غادي نشارك معكم الحوايج يعني موديلات جدادين هذا العام. هذا ما غاديش نطول عليكم المقدمه، بقاو هنايا. انا جيت ناخذ واحد البيجامه، ايوا قلت نشارك معكم شنو هو الجديد في هذا الشتا. المهم هنايا عندنا الالوان والليطال، هادو جدادين عاد جات سم، هادو عاملين بحال هكا مبرة. المهم السروال ديالهم مزيون ومجموع، زعما داك الشيء الدار مزيون والله العظيم. هانتوما مبرة، هادو هما كيعملوا 120 درهم. كاين الالوان، كاين الناس ديزني في الزنقه على داكشي. كي انا خديت السومارينو، هذا السومارينو يعني بحال هذا الدجي صافي. كاينين هادو هما، انا نوريكم عاد هذا. كاين هاد البيجاما، هذه هادو الناس اللي كيلبسوا الحاجه الطواليت. هذه هي هذه اللي معلقه، ها هي هنايا، هذه بحال كتجي زعما طويله. هي هذه فيها هذا اللون هذا، وفي هذاك الاورانج هذاك، وقيله فيها شي لون اخر صافي. وهذه البيجاما اللي وريتكم في الاول، انا خديت السومارينو باقي فيها الخضر هذايا. ايوا ونوريكم شنو باقي عاوتاني. كاينين هادو هما بلا ما نحلهم، هادو هما معروفين، هادو هما البودي والسروال ديالهم حتى هما دازو كثر مزيونين كيكونوا. كاينين هادو هما، كاينين في هاد اللون، كاين في الحمار، في المهم الوان مخلطي. كاين هذا ما حتى هو السروال والبودي ديالو حتى هما سخونين، ضد المبره هادو مزيونين ماشي القطن، هادو ضد المبره. وكاينين هادو اللي خديت انا منهم، كاين هادو فنين هادو. انا خديت واحد ميكيموس كبير على هذا، هذا ميكيموس صغير، انا خديته كبير بحال هذايا صافي. زعما هادو هما داك الشيء ديال الشتا. نشوف شنو باقي بالنسبه لهادو هما. كنت بغيت نملي لكم ديك المره، هادي باقا غير هاد الحمراء فيها صافي. ولي زادت دابا جابت هما هاد الكيطمات، كنت وريتهم لكم دابا بلا ما نفتحهم لان لقات عليهم في البال. هاد الكيطمات هادو فيهم هاد اللون، فيهم هاد اللون هذا، وفيهم الكرونة والحمرا. وعاوتاني جابت هادو ديال إلزا، غنشوف لكم شي وحدة معلقة. هادو هما هادو العام اللي فات كان جابتهم بالقب، دابا بلا قب لان لقات اليوم الطالب بحال هذا. ما هادو د ايلزا الصراحه كيجيو مزيونين بزاف على الوليدات صغارين هكذا في الشتا وداك الشيء. هادو بيجامات، وكاين هاد البيجامات هادو انا غادي نوريكم وحده معلقه، راه هي كاين هاد اللون هذا، كاين البناني فن البناني ديالها كيحمق، كاين البيستاجي اللي غنوري لكم دابا. ها هو هاد البيستاجي هذا، هادو هاد البنات الصغيرين حتى هما فيهم ليطال. وهذا ما عاوتاني جبته، هادو د ميكي ماوس هكذا، بيجاما د ميكي ماوس ديال البنات الصغيرين. كاين هاد اللون، كاين هاد اللون، وكاين الغوص. المهم كاين بزاف الالوان، كاين هادو، كاين ها هما الغوص ديالهم والموطه حتى هما مزيانين. وكاين هادو د الوليدات، هادو د الوليدات ماشي د البنات، سبايدر مان انا خديت منهم. صافي والحاجه اللي جابت دابا بزاف هما الجينات ابتداء من 3 سنين حتى النطايات الكبار، لان على حسب الوليد زعما المدرسه رخيصين البنات 60 درهم. والثوب ديالهم فين شوفوا كيفاش عاملني، شوفوا ها فنين. انا صبنتو خديت واحد بعد شحال هادي، وصبنتو شحال من مره دابا هما عاد جبتهم نفس الكاليتي اخر اللي سبقوهم صافي. كاين هاد البيجامات، ها هما البنات الصغيورين فنين حتى هما، هاد واقيلا عندها فيهم الالوان. والناس اللي بغاو شي حاجه مرحبا، والناس اللي قاصب حتى هما مرحبا، راه كيجيو المحل. واللي بغا شي حاجه هكا كدفرسي هي للناس كاملين. هانتوما كاين هادوما ديال إلسي واكيتي، هادوما فنين، وانا نوريكم وحدين عاود حالا. هادي حاطه زعما لبسه هكا مع بطلسه، دابا
كاينين هادو حتى هما ديال الالتواء هادي هادو فين هادو انا لبيت في المدرسه راكم عصريت البتشي ولا شي سروال هكا في الشيبي ولا في البيض المهم شي حاجه بحال هكذا وحتى هادو تكيديس ها هما هادو فنين انا خديت الكري ديالو حتى هو مزيون لي ان هادو لي طايكبر الكري ديالو مزيون حتى هو بزاف فيه التاج هكا وكاينين هادو هاد الكتيوات عرفتي مزيونين يعني تقدر تلبسها من وليداتك حتى في الشتا هكذا مع الليبا ومع المنطو كيجيو مزيون شوفوا كيفاش راه فني لان هادو تقدر تلبسهم في يوم الربيع في الصيف في الشتا المهم هادو مزيونين بزاف شوف التوب ديالهم كيفاش راه مزيونين هادو صافي انا ما عرفاش الصراحه الاثمنه ديال كلشي انا نكمل لكم نكمل لكم شنو بقى هذيك البيجامه اللي وريتكم دابا عاد ها هي الغوص ديالنا هادو ديال بنيته صغيرين هادو كيما عيطا صغيرين زين الصراحه والله يقسم لي حمقو وصافي كاينين هاد الكيتمات هادو هادو الكيتمات هي هذيك اللي معلقه ها هي وهادو سبايدر مان حتى هما كيتمشاو بزاف بقاو فيهم غير هاد الالوان وهادو ما حتى هما هادو انا عجبوني بزاف وما كنتش خديت من اخرين هني كيما جوج كنت خديت من هادو هادو كاين كاين هاد البيجامات بحال هاد الحمراء اللي وريتكم كاينه هادي شوفوا فنة انا عندي في الشيبي صافي كاينين هادوما هاد الكيوات هادو شحال فيهم كثر بحال هكذا حتى هادوما زائد كيوات كيكون وهادوما فيهم لي طاي هادوما راه وريتهم لكم هادو فيهم لي طاي وتجينا حتى هما فيهم لي طاي كيفما وريتهم لكم المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم وقلت نشارك معكم شنو داخل في هاد الشتا واهم حاجه هاد الشيء يعني اللي بثمن رخيص خلينا ما كنمشيو للمكازات الكبار كتلقى يعني شي حاجه غاليه هاد الشيء بثمن رخيص وليلى وانا زعما جربت ماشي ما جربتش البيجامات جربت صبنتهم ديال العام اللي فات كنت خديتهم اللي جابتهم بالقب ما كيتحببوا كتبقى المبره ديالهم هي هادو جبتهم هاد العام ولكن هما نفس الكاليتي هادو خديتهم صبنتهم شحال من مره باقي فني هادي اللي باقا ما جربتها الصراحه عاد خديتها جديده غادي نلبسها خديت الماء ولات زعما ليا بحال بنيته صغيره انا خديت السوماريون كيف ما قلت لكم شي نهار نشارك معاكم حيت صافي انا دابا غادي نفرط على خديت الدار وعاد عجبني هذا الشيء هذا وجيت قلت انا نشارك معاكم قلت لها نصور من البنات صافي صافي صور ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات جبت بحال هكذا يا شورتات ديال الوليدات الصغار بحال هكذا حتى انا خديت منهم هادو مزيونين وغادي نوريكم شنو عنده هنايا من تحت هادشي اللي هادشي الصراحه ما جبتوش هادشي بقاله ملعيت الصغير هادشي ما كيتمشاش بزاف لان حنا جينا هنايا في واحد الزنقه هادشي ما كيتمشاش بزاف بقاله ملعيت صغير ماشي بحال الحويجات ديال الوليدات الصغار كيتمشاو هانتوما هاد المقيبطات وهادشي والله الا فنين بقاو هادشي كله عملنا له 5 دراهم انا كنهضر هادشي على حساب بالنسبه للناس سيدي قاسم كنوريهم باش اللي بغى شي حاجه يجي عند المحل بقاو هنا مقيبطات وداكشي والله الا فنين انا خديت من هادو خديت من هادو خديت من هادو في الكري وداكشي نتوما شوفوا هاد البندوات بقاو هنا فنين فنين هادو كيحمقوا وداك بحال الايلاستيك ما كي زعما ما كيجرحوش وليدات من مورا ودنهم ولا صافي بقى هادشي هذا هنا هاد قصيكان صافي هانتوما انا نوريها لكم من زاويه اخرى هانتوما كتشوفوا صافي ونعمل لكم هكا واحد صوغ صغيره هكذا في المحل هانتوما ايوا صافي هانتوما
هالحديقه صباحا كيفاش كتكون؟ كتكون مزيونه ومهم مع دابا يعني الايام الشتاء وداك الشيء. شوفوا كيفاش كتكون.